المارشي سنترال اليوم في العشر الأواخر من شهر سيدي رمضان، المواطنين الكل يقولوا الأسعار غالية برشا، شنو رأيك؟ الأسعار أختي شعلة فيها النار، أنا بدي ندور عندي ساعة من باب الفلة للحلفة وين لهنا، شعلة فيها النار، واحد بوعالة ما نجمش شيء، بوعالة هذه 20 دينار وما زلت مقلت بها شعر، حكاية فارغة، قسم علي ربي برجولي. كل شيء شعلة في النار، شوف أنت يا أخي البنان من 6000 حتى 7000 فرنك، أقل حاجة 5000 فرنك بنان، بو صغار إيش يعمل؟ أنت بو عائلة تقضي كل جمعة ولا كل يوم في رمضان؟ يوم ويوم، وإحنا رمضان أختي راه. قداش لازم بو العائلة كل يوم مصروف؟ إحنا حاجة قليلة راه، حاجة قليلة قليلة راه، شربة بريك هذاك مقرونة ولا طرف كسكسي راه، حكاية فارغة راه أختي، ما إحنا مش نشت... ما تشرطوش راه، 20 دينار 30 دينار ما تعمل له شيء راه. هاي اللحم 25000 27000 اللحم، شوف الجزارة لهنا يا اخي، تعرف الدجاج تعرف عود تلقاها ب 10000 فرنك، سردين الكيلو ب 5000 فرنك 6000 فرنك، علاش نجم يعيش واحد في البلاد؟ برشا يقولوا كيفك تونس ما عادش متاع عيشة خاصة، ما عادش فيها، احنا حسنا رانا معرسين، انا ما نكذبش عليك عندي صغار، مش عندي صغار ومسؤولية، ما عادش يقعد فيها البلاد، جميل. شوف هو كلاوي ديام في البركة. شكون اللي كلاوي شباب؟ الشعب التونسي. شعب تونسي كلي وشبع؟ بيك كل شيء مكدس، مصلي على النبي. هو من ناحية مكدس مكدس راه. بلاش فلوس رخيص. أما برشا فلوس. أعطينا رأيك يا بابا، أنا كنت نعمل في دورة البرا، العباد تاخذ في حوايج العيد، قالوا لي ماناش واصلين باش ناخذوا القفة، خلي حوايج العيد. هي غالية الدنيا. غالية برشا أكثر من الطاقة الشرائية نتاع المواطن. غالي. ما عادش خالط المواطن باش ياخذ معناها حوايج العيد وياخذ الحلوم تاع العيد ويقوم بالمصاريف و... ما عادش. عملت دورة أنت تو في المارشي سنترال؟ عملت دورة. شفت الأسعار الكل؟ لا مش الكل، ما شفت. شفت بعض الأسعار. إي غالية غالية. فهمتني؟ الخضرة غالية، الغلة غالية. فهمتني؟ المواطن قداش مشيها؟ فهمتني؟ ما عادش نجم يسر. فهمتني؟ ماء وضوء وكراء فهمتني ولا لا، ونقل وصغار تقرا، ما عادش. والله الاسعار ياسر غاليه والله، معناها ياسر العباد تخزر وما تشريش الاكثريه راه. معناها شهواتهم قبل الثوره كانوا العباد ياسر حاجات يعني يشريوا، ينجموا يشريوا مثلا من كل حاجه شوي شوي. تو تلقاهم معناها ناقصين، حتى صغارهم العباد ولات ناقصه في التغذيه والله العظيم. ماهمش ياكلوا في ياسر حاجات منفعه. الزبونات غاليه، الغله غاليه، والله ياسر. ماني مسكين اللي عنده عائله ويبدا كاري ومرته ما تخدمش، عندهم الحق تو الشباب يحبوا المراه تخدم. كل شيء غالي والشباب بطاله والدنيا متاخده والاسعار غاليه والفقر والميزيريا، والشباب تلقيه بالشايد وفيده هو بطال، ما عملوا لنا شيء، لا الدوله لا رئيس الحكومه، شيء ما عملوا. كمواطنة تونسية في الأسعار؟ والله الأسعار مش نقول لك غالية شوية بالنسبة للناس الكل، معناها للناس المتوسطة والناس اللي ما في حالهاش، فهمت؟ معناها تشوف برشا أنواع سيبري يمكن مش في وقتهم، أما برشا ناس معناها محروم، يعني تشوف البنان تشوف البرقدان، وإحنا مثلا بلاد نتاع برقدان بلاد قوارص، المشكلة إنه إحنا بلاد الدقلة والحاجات اللي إحنا هي بلادنا هي غالية، فهمت؟ ربي يسر وكها وربي يقدر الخير وكها. شنو رايك في الاسعار كمان؟ ان فون با ليكسيبسيون كوم توجور، معناتها فما حاجات متوسطه يقدر عليها الموت، فما حاجات غاليه. السلعه الضاويه غاليه، الحاجه النظيفه غاليه، الدقله ب 12 دينار وفيها وعليها، معناتها مش سي با ترو فامو، فهمت؟ وب 12 دينار سي بوكو سي تري انورم بالنسبه لواحد عنده عائله والكل، انا يعني مش نحكي على روحي نحكي على عموما، معناها هكا الخيارات السبع موجودة، ما فما حتى شيء ناقص، معناتها البرودوي كل شيء موجود، أما الأسوام النيفو دو في نتاع التونسي ياسر طاح، على خاطر يا بوكو دو جون كي اون بيردو لور بوست وصبحوا بطالة، وفما دي كوبل اللي الزوز ضيعوا الخدمة نتاعهم اللي كانوا في معامل وكل، مش حتى على الكورونا، معناتها شركات سكرت، معامل سكرت، برشا حاجات، الناس ما عادش لاقيين واحد، ما عادش لاقيين باش يعيشوا العيشة لو مينيموم. مش نحكيو على الغالي اللي ب 17000 و 12000 والكل.
وي ظروف خايبه معناتها الواحد مش ما ينكرش، فما طبقه متوسطه اللي هي كانوا الموظفين اللي هما لا غروند ماس نتاع تونس اللي هما كل شيء، لو نيفو طاح على الاخر خاطر لو سالير يزيدوا في السالير يزيدك 50 دينار ويوصلوا لك 32 ويزيدك في لي بري، الوغ لا معاش تخلط تقول كان قعدنا في النيفو اللي كنا فيه قبل الخير. معناتها هي عايش كيزم سلاح جذري من اوله ويلزم محاسبة اللي شكون غلط في حق تونس، المحاسبة قبل كل شيء، ما نخزرلوش زيد ولا عمرو ولا شكون ينتمي، المحاسبة، المحاسبة يحاسبوا العباد خاطر يعرفوا شكون اللي عمل العمل وشكون سرق الهبات وشكون يعرفوا المحاسبة. احنا 7 من الناس في تونس، كان جينا 100 مليون مال شنو يصير فينا، معناتها راهو تو الموند في لا شاريتي دون لا غو، رانا 7 من الناس معناتها 10 مليون سي تخوف وغيان حومة في مصر. كل شيء في السماء السابع، كل شيء فماش اليوم تلقى سوم غدوة تلقى سوم اخر دوبل، يعني شنو نعم شنو يعمل بالله الزوالي؟ ما عنده ما يعمل سيكي يتفرج يجي للسنترال ولا اي مارشي ولا حتى في السوق يعمل دوره يخزر بعينيه ويتم مروح القصه كيما يجيبها كيما يروح بها. وين؟ قاعده تش على الدنيا، قاعدين يزيدوا، الحكومه قاعده تزيد، ما على بالهاش بالطقس، ما على بالهاش بالزوالي، ما على بالهاش ما عندوش والما يخدمش، خاصه البطال. شنو واش يعمل؟ يتفرج ويروح يرقد. ما عنده ما يقول، ما عنده يعني المواطن اليوم مش خالط على القفه، مش خالط على حوايج العيد، مش خالط على حد شيء. حوايج العيد من غير ما تحكي عليهم. حوايج العيد محبس مخه الميموار بتاعه محبسها لحد نهار 29 في الشهر في رمضان. بعد العيد مش مخمم فيها هذوك. بعد كي فوت العيد هاك الساعه اللي عنده صغير مسكين يصبروا ويقعد غادي نجيب لك هاو قريب هاو مش نجي هاني وصيد لك وكا هاو. يجي العيد فات العيد هكا وضحكه ولعبه هكا والسلام عليكم يقعد قاعد. فات العيد سي بردت الحكايه، الصغير ما عادش عنده مش يقول، ما عادش عنده ما يقول. ويزيد شويه اخرى شهير شهر ونص يبدا يخمم في العلوش وهي ماشيه، راهو يخمم تخمام برك. هاي هاي ربي لوط بالحق. حد وحد التخمام التونسي. حد وحد التخمام مالا شناي. مش بالله منين مش يجيب؟ برسمك منين مش يجيب؟ ما فماش. خدم ما فماش، الدنيا مسكر وزاد كملتها الكورونا، سكرتها الكورونا جملة واحدة. هاش مش يعمل واحد هانو في الليل يرقد وفي النهار يفز يعمل دوره يشوف كاكا ويروح هكا هو. كان ثم طريف شربة وطريف حتى في حتى قرنين فلفل السلطة مشوية تتكلف ب 6000 7000 4 قرون فلفل وكعبتين طماط وطرف حاشاك بصل وطرف زيت والسلام عليكم. الزيت هذا اللي كان خلطت عليها ب 9000 و 10000. باش تبيع يا بابا؟ نبيع في الدقله. شنو رايك في الاسعار؟ انت كتاجر مش حتى الاسعار، الاسعار مش لهنا. تحبي الحقيقه؟ الاسعار وين الهبات؟ الدرب الكل عند الهبات. الهبات شو يعمل؟ ياخذوها السلعه كلهم بعد يتحكم في السوق. وانتم تجيو لهنا والله حكايه فرق. اما الرسمي، الرسمي يروح المرشي الجرو. مرشي الجرو. فهمتني؟ الهبات اخويا الهبات هو اللي قاعد يتحكم السوق. اللي عندهم من فلوس الحزينة موش الهبات برك. حتى الفريقويات مثلا واحد يبدا بسالي ينزل السلع كل ياخذها ومن بعد يتحكم. احنا نعرفوا راهو التاجر هنا يعاني والمواطن كذلك يعاني وانه القشار هو المسؤول. والله العظيم والنبي محمد هذا يعاني والوكال والوكال يعاني. الضربة كلها احنا نخلصوا في البيت. التاجر بالله مش باش يحط مثلا يزمو يحط قديش خذا ب 2000 يزمو يحط الطن نتاعو قديش 80 فرنك ولا 200 فرنك ولا ويمشي يشبه. والله عايش بنتي تو لا فايده باش نقعد نتكلم قلبي طاب ولا لازم تيغزي تجمل كاكاو البنان بقديش كانت؟ قديش كانت كاكاو البنان؟ كانت ب 60 وب 50000 تو هيك صبحت ب 80000 وب 85000 حتى 90000. المواطن التونسي يقصد المارشي سنترال باش يعبي قفته. الاسعار بصفه عامه نحكي على الحاجات الاساسيه الضروريه مش نحكي على الحاجات الكبيره. شنو رايك؟ غاليه بالطبيعه البلاد كلها غاليه. قفه القفه المواطن مشات مع بن علي. النقطه نرجعوا للستر. قفه المواطن مشات مع بن علي. انتهت المواطن. شوفوا في مئات المواطنين في المارشي سنترال يدوروا صحيح لكن ما فماش شكون ياخذ شكون يعبي قفته. لا لا الناس كل تاكل من ظهور بعضها كل بل يكذب عليك. فماش واحد يبقى جيعان في تونس راه هي قاعده. فماش واحد يبقى جيعان الناس من ظهور بعضها تاكل.
فهمت؟ خاطر القليل يحس على القليل والزوالي يحس على الزوالي. الناس منظور بعضها تاكل. اما تونس اللي نعرفوها ما عادش تونس، ماهيش تونس. والله الاسعار غاليه اختي الغاليه، ومشيت ليامات مع بن علي فهمتني، وبرجوليه الدنيا غليت ياس، توا 50,000 ما تجيبش طرف لحم وما تجيبش طرف خضر، غاليه 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 على الاخر. واحد كي وما لقاش روحه وخلي كان يعرس، وتزيد ترتفع الاسعار وتولي المعيشه اغلى واغلى. واحد عازب وماكش خالط. عازب ما خالط شيء اختي، انا عازب كل يوم نصرف 20,000. خالي كان جد معرس نصرف كل يوم 100,000، نمشي نسرق انا ولا شنو نعمل اختي فهمتني. عازب واحد ما اقل شيء، اقل شيء واحد او يخلص مليون ونص وما هوش خالط، خلي ياخذ في 500 و600 اختي الغالي. والله الدنيا غليت غليت، يا حسره على بن علي اقسم بالله. صباح بركه نحكي فيه الموضوع، والله صدقني اختي مشيت مع بن علي، مشيت فهمتني اختي الغاليه. ان شاء الله ربي يبقى لنا الستره، ما بيبيت حد جيعان، قدرة ربي وقدرة ربي لاباس. وحتى واحد طرف خبز وطرف جبن يتعشى وجو به.